أهلا بكم من جديد وإلى أولى فقرة حلقة اليوم. منذ أن ظهرت عمليات شفط الدهون وأطباء التجميل يسعون إلى تطويرها بشكل دائم للوصول إلى حلول تبعد شبح الاكتئاب عمن يعانون من الترهلات الدهنية والسمنة المفرطة التي تشوه المظهر العام للجسم وتجلب له العديد من الأمراض، حيث ساهم العلم وطب التجميل في تطوير تقنيات عديدة تبعد هذه العمليات عن كونها مجرد إجراء جراحي مؤلم. ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول تقنيات شفط الدهون تابعوا معنا هذا اللقاء مع ضيفتنا من السعودية. أرحب بضيفتي في هذه الفقرة دكتورة ابتسام جوهرجي، استشاري جراحة التجميل. أهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا ومرحبا. أهلين دكتورة. يعني جراحات التجميل وتحديدا شفط الدهون أصبحت شيء شائع في الفترة الأخيرة، فحابة أن حضرتك تكلمينا عن شفط الدهون، عن جراحات شفط الدهون. شفط الدهون يعني هي جراحة مرة حلوة، بس لازم تكون بتتعمل بالدكتور جراح متخصص، يعني يعرف يعمل التقنية هذه بطريقة معينة. نعم. عشان لو كان عملها خطأ ودخل في الليفل الغلط في شفط الدهون ممكن يعمل مطبات، يعمل يعني حفرة في الجسم، وهذه علاجها مرة صعبة عشان ما تقدر تحقنيها تاني. الدهون لما تيجي تحقنيها في منطقة اوريدي مشفوطة ما تديك زي ما تيجي تحقنيها في منطقة سليمة زي الخدود، في اليدين، في المؤخرة. نعم. بس دكتورة الحمد لله أنه يعني الجراحات هذه بتتطور والتقنيات حقتها كمان بتتطور، فأتوقع في الفترة الأخيرة صار في اختلاف عن قبل بالنسبة لشفط الدهون تحديدا مع تطور الأدوات اللي بتستخدم في هذه الجراحات. أكيد أكيد. هو الأجهزة اللي احنا بنستعملها دحين زي السلاح ذو حدين. لو أنت ما كنت تدربتي فيها عليها طيب ممكن تعمل لك التشوهات، حروق. نعم. الجلد، تشوهات، تليفات، يعني عدم تساوي في الجلد. لكن لو تدربت عليه مظبوط زي مثلا كول لايبو، هذا انا طبعا ما بعمل اعلان عليه، بس هذا يعني اول شيء بنشفط منه بيعمل تليف تحت الجلد بحيث يعمل ريتراكشن، بحيث ان الست لما تعمل لها عملية شفط ما ترجع تاني تقول لك الجلد عندي مترهل. طب يعني هل هذه التكنيك اللي هو الكول لايبو ده، هل هو تكنيك لشفط الدهون ولا هو جهاز؟ هو جهاز، يعني قصدي انه غير الجراحه العاديه. هو شوفي، هو بنستعمله عاده، هو بتعملي الشفط على حسب كميه الدهون اللي جايه. يعني واحده الست جايتني بكميه دهون كبيره، أيوة. علي ما تقدري تعملي لها الكول لايبو في اول سنه. هذا له حالات، اجل هذا ناخذه في موضوع اخر. أيوة. احنا الان نتكلم نركز على الجراحات نفسها. ايوه، جراحه التجميل في الدهون بالذات بتكون مثلا بتلاقيها مره ممتازه لما تلاقي الست عندها ترهل في الجلد حق الذراعات بالذات، في السيجان، في خارج الفخود. نعم. في الظهر، تحت الابط، هذه بتجي الدهون هذه مهما عملتي دايت ولا عملتي رياضه ما بتروح. نعم. فهذه بتخلصنا من هذه الدهون، فبنستعمل الشفط. كل ما يكون عندك كميه كبيره بتستعمل الكونفنشنال الاول، وبعدين تحتاجي اللي هو الكول لايبو للتقنيات الجديده فيما بعد. زي فيما بعد في على الجلسه، مش جلسه وتجي اخر جلسه تعمل لك تايتنج. جميل. طيب دكتوره، يعني خلينا نتكلم على مضاعفات اللي ممكن تحصل بعد عمليه شفط الدهون والنصائح اللي لازم يحرص عليها المريض اللي اجرى هذه العمليه. أول شيء نبتدي بالنصائح. المريضة تبعت اللي بتجينا مثلا في العيادة عشان عملية شفط الدهون بتوقع ان انا هعمل ميريكل، يعني هعمل معجزة. صحيح بنعملها، بس المشكلة ان هي لازم تغير مجرى حياتها، تغير نمط الحياة. يعني تبتدي تحافظ على الجسم اللي ادينا لها اياه، مو خلاص انا حليت المشكلة، يعني ترجع تاني لاكل الجنك فود والاكلات اللي هي دي، والاكل والنوم وعدم الرياضة وعدم الحركة. هذا طبعا بيخرب اي شيء، بيضيع النتائج اللي سويناها. وترجع تقولك انا ما لقيت نتيجة، لا انا عملت لك نتيجة وصورتك، وهذا قبل وبعد، انتهينا. انت تحافظي على اللي عندك اللي عملت لك هو. يعني هذه نمط الحياة لازم تجي يكون هذا قوة ارادة. نعم. عشان تتغير الطريقة حقت حياتها. وتحافظ على الشيء، لما يكون عندك شيء حلو تحافظي عليه، ان انت تخليه محافظة عليه من اكل معين مخصوص، نشاط معين. انا دايما ما احب الرياضة الزيادة، ابغى المشي. المشي لو يوميا كل يوم او يوم بعد يوم مدة ساعة، هذا تغنيك عن اي شيء. والحفاظ يعني في سلم الاكل، يعني مثلا تخلي عندك مثلا البروتينات مع الخضار مع الفواكه، اخر شيء النشويات تقلليها.
هذه بتساعد ان انت تحرقي اكثر ما تحوشي وتحافظي على نتائج العمليه اللي سويتيها. طيب دكتوره، يعني برضه الان صار في بناء القوام او نحت القوام، يعني صار الشفط يعني نستخسر الكميات الدهون هذه اللي تم شفطها ويصير في اعاده حقن لها عشان يتم بناء القوام، كلمين عن هذه النقطه. هي الحقيقه هذه بتحصل في عاده في السيدات اللي يكونوا ممتلئين من فوق واللحاف من تحت. نعم. فهذه بتعيدي توزيع الدهون. فبدل ما ترميهم فبتستغليها في مناطق ثانيه، يعني زي مثلا تكون مره ما عندها ابدا ارداف تعبي لها اياها، ما عندها مؤخر تعبي لها اياها، تاخذي من الدراعات من الظهر من البطن وحطيهم هناك، وتصير على كذا جلسه، ما تقدر تسويها في جلسه واحده، في عده مراحل. عده مراحل يعني. والمضاعفات اللي بتحصل بعد الشفط هي نفس المضاعفات بعد الحقن. نفسها. ولازم تلبس مشد برضو بعد هذه. طبعا لازم اقل شيء 6 أسابيع، يعني اقل شيء. وطبعا كل ما يتقدم السن كل ما تزيد نسبه، يعني نوعيه المشد نوعيته يكون اقوى ومدته اطول عشان ما يتجمع سوائل وعلشان ما يصير. هو بيتجمع سوائل، بيجمع سوائل بس الجسم يطردها بيتخلص منها، بس بتاخذ مده اطول. فكل ما تستعملي المشد وتستعملي الرياضه وفي عندنا اجهزه كمان ثانيه اللي بتعمل تصريف الليمفاوي، هذه بتساعد عملية الشفط بتديها، والنظام الغذائي والنظام والمشي والرياضة والحركة. بالإضافة أن هي ما تستعمل هرمونات، الهرمونات دائما بتخرب الدنيا. طيب دكتورة، لو جاتك مثلا مريضة تبى تعمل عملية بناء للقوام أو نحت القوام بس هي مرة نحيفة ما عندها دهون، ايش تعملي معها؟ ايوه، لا لو كانت بهذه الحالة ما هقدر اسوي، اجيب لها من فين دهون؟ فبنضطر مثلا اذا كان الثدي نعبيه، يعني نكبر الثدي، المؤخر بنعبيها برضه، الاثنين بنستعمل حالتهم اللي هي البالونات السيليكون. وبنحطهم عادة كلهم بنحطهم تحت العضلة. طيب دكتورة، بالنسبة لشفط دهون الذراعين، يعني منطقة الذراعين منطقة ظاهرة غير المناطق الأخرى، وبالتالي ممكن الندبات حقة الجراحة تكون ظاهرة أو خط الجراحة يكون واضح، فإيش الجديد في هذا الموضوع؟ هو دحين شوفي الذراع عادة أنا دائما أفضل إن هو أنت تبتدي من بدري، يعني مثلا ما تستني لما يكون الذراع حقك عرضه قد كده، أيوة، أو تكدس دهون كثيرة فيه. لا تشفطي، بس الجراحة أنا ما أستعمل جراحة عادة. انا بعمل الشفط على عده مرات بحيث ان انت مع كل مره بتخشي ديفرنت ليفل وبتعمليها زي الجريتش كده، بيكون زي الشبكه بحيث ان ده يسوي تليف ويشد هذا، ومن في الاخير بستعمل اللي هو الجهاز الليزر اللي هو بيشد. جميل. يعني حضرتك ما تنصحي بعمل جراحه شفط دهون للذراعين، لانه الجراحه مع الذراعين بتكون نتائجها غير محفزه؟ لا، انا بالعكس، انا بعمليها بعده مراحل. بعده مراحل. وبعدين اقصد مو مره واحده. لا، مو مره واحده. هذا لو كانت كميه كبيره، لكن لو كميه صغيره او متوسطه بنعملها مره واحده وانتهينا. طيب ما يكون في خط جراحي؟ لا، ظاهر الفتحه صغيره، يعني اقل من نص سنتي. فتحه صغيره بتكون عاده يا في الذراع يا تحت الابط، ما بتبان. ومع وخيطيها جراحيا تجميليا بحيث انها ما تبان اثرها بعد كده. وحتى لو احتاج بتعملي لها فراكشن. طبعا الجلد، لون الجلد لما يكون يختلف من اللون الابيض للون الاسمر، وحسب نوعيه الجلد كمان. لا، في ناس جلدهم يقولوهم بيسموهم باللغه العاميه دفان، يعني بيدفن ما بيبين فيه الجرح، وفي ناس لو شكتها على طول بس تلاقيه عمل تليف. هذا طبعا ده بسال فيه المريضه، اقول لها وريني جروحك انا عشان اقدر اعرف، عشان تحددي لها كورس علاجي بعد الجراحه. أيوة، جراحة لاخفاء الندبات حقتها. او اخذ دائما الجراحه احطها في مناطق ما تبان، يعني تحت الابط. انت عليا لو كان مثلا عندها ترهل، صار ترهل في المنطقه هذه اللي هي نحيفه بالمره وزي بين الفخذين، فانت تعمل الجرح بين الابط او عند اعلى الفخذين عشان ما يكون ظاهر الجرح. جاتك حالات يا دكتوره طلبوا شفط دهون وحضرتك رفضتي؟ ايه. مثل ايش؟ جات لي واحده مثلا تقريبا في 120 كيلو 150 160، كيف اعمل لها شفط؟ صعب، استحاله اقدر. لكن هو كل ما يكون كميه الدهون اكثر كل ما يكون صعوبه النتيجة تديها عشان ترضيها في النتيجه، عشان تعطي نتيجه كويسه، وبعدين هتضطر هتكلفها اكثر. فهي انا في الحالات اللي هي يكون فوق ال 100 كيلو او 120 كيلو انصحها تعمل عمليه التكميم. وقبل التكميم لازم نديها توعيه ان هي انت التكميم لحاله ما هينفع زي ما انت نظمتي الغذائي. يعني انا ما اقدر اقول لك ان واحده تقدر تعيش العمر كله عامله دايت، بس استعملي طريقه الكميات اقل. كلي 10 مرات ولا تاكلي مره واحده مكدسه. أنا بشكرك جزيل الشكر الدكتورة ابتسام جوهرجي، استشارية جراحة التجميل، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا لاستضافتكم لي.